وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة كربلاء. الكاظمي زار عائلة مدير بلدية كربلاء الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي الذي استشهد على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة. قدم الكاظمي التعزية لعائلة الشهيد مؤكدا أن القاتل سينال جزاءه العادل، وأنه لا تهاون مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام. العام الماضي الله يرحمه العبير شفته وما شفت منه غير الفداء لخدمة المحافظة وابناء المحافظة. واليوم شفت كربلاء شكلها وضعها جديد بدعم المحافظ للشهيد رحمة الله عليه. بس اتمني نبحث في القصاص والعدل. احنا لا نفكر لا بانتقام ولا شيء، نفكر على العدل. ماني فش من بس هذا. احنا البارحه من الحادث لحد الصبح. فالتوجيهات الحمد لله شكرا للاجهزه الامنيه ما قصرت. اعتقلت القاتل وان شاء الله نال جزائه. اولادك حقوقك سؤالك كله مسؤول عنه ان شاء الله. ايش تحتاجين؟ انت بنتي الصغيره وهذول اولاد اولادي ان شاء الله. احنا بس نريد شويه قلوبنا تطلع ان شاء الله. قلوبنا كلها مجهوله، ما ان لون وما ان قاعده من العصر لحد لهسه ما حد خلى راسه على مخده ونام. ابو علي ما مأذي وما سوى في الشيء. ايوه نذر امره كله الكل تبع ما عنده اذيه. نقول له حب حمايه ما يقبل يحب حمايه لانه هو يقول اني ما مأذي واحد. انا ما مأذي الدار الصغير العدل راح يلقي مكانه مع القاتل، والمسيره ما راح تستمر من اليوم مو بس فقط في كربلاء، راح تنطلق في كل العراق. قضيه المتجاوزين على الدوله، المتجاوزين على القانون. اليوم راح بدايه جديده وياهم استشهاد الشهيد عبير، راح يعطينا حافز بان نكون اكثر شده واكثر حشد مع المتجاوزين على القانون وعلى الدوله. نطلع من هنا رايحين لمكان حادث حتى ما شاء الله يكون في شهيد الوطن عبير. احنا نكمل بنفسنا ان شاء الله. هذا القاتل سينال جزاء وباسرع وقت حتى يكون عبره للاخرين.